نحن الآن متواجدون بساحة أول ماي من أجل نقل فرحة المواطنين عقب فوز المنتخب الوطني ضد المنتخب القطري في نصف نهائي كأس العرب. أخي واش تقدر تقولنا؟ مبروك على الشعب الجزائري، إن شاء الله ندو هذه لاكوب مونديال دارب والعقوبة الكوب دي موند إن شاء الله. الحمد لله فرحة الشعب. مازال ان شاء الله. خويا العزيز السلام عليكم. مبروك. اظن انك انتقلت من ماش فين فرانس. جابيتون فرانس، جي فين فرانس، شو ان الجيري ان سو مومون اون فاكونس. والله اي شو تري 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 كونتون. الحمد لله نو اون ميريت، اون ميريت بوكو بلوس، اون ميريت دالا اون كوب دي موند. ان شاء الله كون كان لا كوب دي موند ان شاء الله. والله يا عشنا العصب. يعني ماتش واعر كره واعره، وانما احنا فرحونا من الاغواط. حبيت نتفرج هنا الماتش والحمد لله ربحنا ومبروك علينا الحمد لله والعقوبه الله فينا. وانا جايين يا تونس استناه. كيفاش عشت اجواء المباراه؟ روعه ما شاء الله. والله ما شاء الله الحمد لله فرحونا الحمد لله. والله انا فرحانين بزاف. العقوبه الاجواء تاع المباراه متنا بالخلعه سورتو 9 دقائق الاخرين. كارثه. مبروك علينا مبروك علينا وان شاء الله لا فينال. احنا مع تونس خاوه واللي يربح بصحته. نقول لك ان شاء الله يجيبوها معاهم ويجوا. مبروك عليهم، راني فرحانه بالجزائر، راني فرحانه بهم. والله غير داروا مقابله مليحه ونشكروهم على المجهود هذا اللي داروه. والعقوبه ان شاء الله النهائي.